وتنضم إلينا عبر الإنترنت من القدس المرابطة المقدسية أسماء الشيوخي. أهلا بك أسماء. في الحقيقة نستمع إلى كلام كثير، لكن كلام شاهدة عيان موجودة في باحات الأقصى، مرابطة هناك، مهم جدا. كيف كانت؟ أريد أن أبدأ معك بأجواء هذا الصباح وهذه المواجهات وهذه الطائرات المسيرة التي ألقت عليكم قنابل الغاز المسيلة للدموع، قبل أن نعود إلى مشهد هذه الصلاة الهادئة في باحات الأقصى. كيف مر هذا اليوم عليكم؟ والله أخي الكريم، أسعد مساكم ومساء المشاهدين. اليوم يعني أنا دخلت الأقصى الساعة 3:30 صباحا، كان الجو رايق وكان كل المصلين قاعدين يعني بيصلوا بتسحر، وكل العالم بتسحر ومحلاهم، يعني كتير كانت أجواء هادية وحلو وبتسحر وكل شيء تمام. يعني ما شاء الله، يعني في عنا جيل بجنن، في عنا شباب ما شاء الله عنهم، يعني كتير كتير متمسكين مرابطين، وجهة ضد الاحتلال، ضد العدو، ضد الاحتلال الغاصب. وفعلا سحر وبلش صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح يعني تقريبا 5:30، دائما هم بيقتحموا 6:30 7:15، اليوم اقتحموا الأقصى 5:30 بالضبط. يعني شعب أعزل، مصلين أعزل بصلوا، لا معهم سلاح، لا معهم قنابل، دخلوا عليهم يعني دخلة شرسة، دخلة يعني شو بدي اقول لك، احتلال غاصب. شو بدي احكي لك، يعني اللي بشوف غير عن اللي بيسمعه وبيطلع عن عبر التلفاز. نعم سيدة أسماء الشيوخي، ماذا عن ربما الأيام المقبلة؟ ما هي استعداداتكم للصمود في المسجد الأقصى، ونحن طبعا الآن في العشر الأواخر من رمضان؟ كيف هي الأجواء ربما حسب ما عشته خلال الأيام الماضية؟ كيف تتوقعين أن تكون الأجواء خلال الأيام المقبلة؟ والله أخي الكريم، أنا بتمنى من الشعب يتوحدوا، يعني صف واحد، مناش نقول فصائل، كنا شعب واحد، كنا شعب تحت الاحتلال. هذا أقصى، إذا ما دفعنا عنا برواحنا، بعقيدتنا، بعروبتنا، بصمودنا ضد الاحتلال، ضد المستوطن الغاصب، ضد الهجمة الشرسة على الأقصى، راح يعني مع احترامي للشعب، نعم، لحرم الإبراهيمي. هذا إحنا شعب لازم نصطف بيد واحدة، كنا بيد واحدة ضد الاحتلال، ضد الاحتلال الغاصب، ضد المستوطن. ما إله أقصى. طيب هذا عقيدتنا احنا، هذا للمسلمين اجمعين. سيدة أسماء، انا برابط. سيدة أسماء، انقلينا شيئا ما في اجواء باحات الأقصى وداخل المسجد الأقصى، وانتم الان مرابطون في هذه البقعة المقدسة بالنسبة لكم طبعا كفلسطينيين، لكن بالنسبة لسائر المسلمين، كيف تعيشون اليوم الرمضاني وامام المواجهات، لكن في هذا الجو الذي نراه حتى على شاشة الجزيرة مباشرة الان، لجو الصلاة، لهذا الجو الهادئ، لإفطارات طبعا جماعية، لسحور جماعي، كيف هي الاجواء داخل الأقصى وفوق باحاته؟ والله يا أخي الكريم، الأقصى عن جد لما تدخله أنت بتحس براحة نفسية، أجواءنا حلوة. أخ يعني مثلا من الشمال، من الخليل، من القدس، بكون قاعدين، هذا بيعزم على هذا بيقول له تفضل تعال تسحر معنا، تعال كل معنا، يعني أجواء حلوة، يعني كتير كتير أجواء بتجنن. الأقصى للمسلمين بدك راحة نفسية بس تدخل بقلب الأقصى، هو الأقصى والصخرة 144 دنم، هذا للإسلام، ما إله الاحتلال عنا أرض نهائيا. أنا بتمنى كمرابطة مقدسية، يعني مش بس أنا، في ستات أكتر مني، في ستات برابطوا ما شاء الله عنهم، البنت اللي بتكون عمرها 15 سنة بدها تدافع عن الأقصى، بدها ترابط في الأقصى، بدها تعمل إشي اللي تعمل الأقصى، تعمل الشباب. بتمنى من الجميع الهدوء والاستقرار في قلب صحات المسجد، الصلاة، العبادة، التوحد، الوحدة ضد الاحتلال. الاحتلال ما بحب يشوفنا مترابطين، متكافي، يعني إيد بإيد نقرأ قرآن، كلمة الله. سيدة أسماء،
وانت وانت تعطينا هذا نعم سيده اسماء، وانت تعطينا هذه التفاصيل، يعني نشعر بان الادوار وكانها تتقاسم بين المرابطين، من الفتاه الصغيره التي تاتي للدفاع عن القدس، لمن ربما يحضر وجبات الافطار، من يواجه الاحتلال، استفزازات الاحتلال، من يتعرض للضرب، من يتعرض للرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، يعني كيف يتم تقسيم هذه الادوار بين مختلف المرابطين، من طبعا من اجناس مختلفه ومن اعمار مختلفه، نتحدث عن اطفال، عن شيوخ، عن شباب، كيف يتم تقسيم هذه الأدوار بينكم سيدة أسماء شيوخي؟ والله يا أخي بالحب، بالترابط، بالتكاثف، إيدي بإيد نعمل بيت. طول ما أنا مرابطة والأخ رابط والأخت مرابطة، عمرنا ما أبعد أنا واجه الاحتلال لحالي صعب، أو الشاب يواجه الاحتلال لحاله صعب، لأن الاحتلال عنده حقد. يعني تصور لما بضرب بدأ يطق بالقناصين، بكونوا انت كل المصابين بالعنان وبالراس، كل المصابين بالعنان وبالراس. بدوش الاحتلال شفنا ايدي بيد، بدوش شفنا مترابطين متكافئين، دفاعنا عن اقصانا، دفاعنا عن مقدساتنا. يعني بتشوفش كلنا مع بعض ايدي بيد، الوحده. انا بتمنى من كل الشعب، كل واحد حر وشريف، اذا دافع عن اقصاه يرابط فيه بالصلاه وبالعباده وبالدعاء، بالدعاء ضد الاحتلال الغاصب. أنا سمعت الإخوان بيقولوا عن تطبيع مثلا للأردن، الإمارات، ما إلنا. إحنا المقدسيين بندافع عن مقدساتنا إحنا لحالنا، ما بدنا حدا دعم من برا. طول ما أنت بتحافظ على قدسيتك وشرفيتك وكراميتك، كرامتك، تقدر تحافظ على الأقصى والمقدسات الإسلامية. أنا برابط، نعم. الأخ برابط، الأخت بترابط، الكل. أنا مستعد من نفسي، مستعد أبدي روحي بدمي، كل كرامتي، بس أحمي مسجدنا، لأن هذا مصر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مسجد لكل أنحاء العالم، إذا راح راحت كرامتنا، عروبتنا. نعم. يعني أنا مستعد أحافظ عليه. معلش القتل اللي اعتقلنا ما بخوف، الشهادة فدا الوطن، للسجن في دار الوطن، مستعد ارابط فيه بس احمي مسجدي. وفيك كل البركه سيده اسماء الشيوخي، اشكرك جزيلا على هذه المشاركه معنا، كنت معنا مباشره من القدس، اسماء الشيوخي المرابطه المقدسيه، اشكرك جزيلا على هذه المشاركه.